واتهمت العشائر جهات بالوقوف وراء تحريك ملفات قضائية للوصول إلى غايات سياسية، محذرة من خطورة الخطوة وتداعياتها السلبية على المحافظة. إنما رأيناه وسمعناه من تفاصيل قضية ابن الأنبار الدكتور علي فرحان أثار الاستغراب وبشدة، حيث أن الجميع يعرف من يقف وراء تحريك هذا الملفات، ومن حاول استغلال الإجراءات القضائية للوصول إلى مبتغيات تدل على ضحالة تفكيره وعدم اكتراثه بما سيعود على المحافظة من آثار سلبية نتيجة هذا الاستهداف.